يو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيش تمام حبايبنا. مثل ما انتم شايفين يا اساطير، من شوي نزل سكين تمانو يا اساطير. تعالوا هون، تعالوا هون حبايبنا الكرام، خلينا نركز شوي. سكين السنه الرابعه لعبت فري فاير شاب، هذا يعني الشكل الموجود معنا عن جد الشباب شيء اسطوري، الوان حلوه، منظر حلو، شيء لوز. اوكي ليديز اند جنتلمان، قبل ما نبلش باي شيء يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. واللي ما شاف فيديو نزلت لكم امس بحياه شباب، شحنت احد المتابعين 6000 جوال شباب، جبنا له يعني احدث لوز. اوكي يا شباب ندخل معلم، روحوا شوفوه وتعالوا شوفوني، ما شاف هذاك تروحوا شوفوا هذاك وتعالوا شوفوا هذا. اوكي يلا، اوكي شباب خلينا نشوف الاشياء الموجوده عندهم هون الشباب. هذا العجله، اوكي عجله موسيقيه، تمام راح نشيل يعني راح نشيل يا الله شباب، راح نشيل هذول التنتين، اوكي نعمل لهم نشيلها، تمام. ثاني شيء، ثاني شيء يا اساطير، اوكي والان حان وقت الجلد يا اساطير. طبعا شباب ان شاء الله اول لفه نشوف الحظ معلم كيف راح يكون. اوكي 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 شباب، اوكي حبايبنا مثل كل مره شباب، يعني انا كل مره بدي اصور مقطع، حلمي الوحيد شباب بهالعجلات انه يا اخي ما بدي اياه يطلع لي باول لفه شباب، ما بدي اياه يطلع لي باول لفه، يعني يطلع لي بلفه ثانيه. يعني مثل كل الحمية. ليش انا هيك دائما شباب هيك الوضع بيض؟ يعني شوف يا اخي شو بدي اعمل باليو ام بي شباب، خليني افتح هذول، يعني شو بدي اعمل هاليو ام بي يا اساطير؟ فهموني شو بدي اعمل هاليو ام بي. اوكي هون عندنا قسيم، هون معنا شوف عندنا هون شباب، عندنا هون القرد هذا، عندنا تبعيه هذا الكشمور، يعني عندنا يوم يعني والله لو غيرونا شوي من الاشياء يعني شيء ثاني معلم. اوكي يلا روح لفه 59، يلا ليتس جو. لا ما يعني خلاص ناويين انه ما يطلعنا لهون لاخر لفه يا صديقي، يعني عن جد بليز قارينا، بليز برو. يلا لا يعني اشتهيت، يعني ما راح ارجع عيد اكرر الكلام اول وجديد، خلينا نعمل بتاع اليمين، يعني اشتهيت مره. تو شب تيم الشباب بيقول عليكم اضرب مرات هيك على الجولد، نشوف الجولد ونرجع بعدين نشوف راح يطلع لنا شيء، يعني والله يعني قول لي احط 10 شخصيات جديده شخصيه، اوه والله احط 10 شخصيات يا زلمه حلو. والله بالجولد شباب في شخصيات حلوه هون بالجولد. اوكي بسم الله يلا 100 جنجة ورا شباب، باقي 1 2 3 4 4 لفات يلا بسم الله. ول اقسم بالله شباب والله شباب حسيت انه حبيبي اوكي يعني في امر يلا نروح. يا زلمة دخيل الله دخيل الله يا حبايبنا، يعني ليش هيك يعني ليش هيك؟ يلا بسم الله طولوا بالكم، خلينا نركز شوي. طب راح نضرب مكان ثاني، نضرب شي بطاقة ثانية، شوف هالمرة حطانا آخر شي ولا لا، قول لي حطانا آخر شي ولا لا، نضرب هون كمان واحدة من هون معنا، نعمل شو بدنا، طول بالك هون. اوكي يلا ضربنا معلم، يلا نروح. اوكي الان ان شاء الله نجرب هالمره اللفه الاخيره ان شاء الله، هي ولا لا عزيزي طلع، اقسم بالله شباب حظ بيض والله العظيم. انا صراحه انا الحظ بهذول الشباب بيض دخيل الله، يعني مره واحده يا شباب مره واحده اشتهيت، دائما قلت مو يعني اخر لفه يعني اول لفه مره يا اخي بدي يصير ما راح يصير لا خلاص ما راح اعزب نفسي خلاص ما راح. هذا هو شباب السكين ليتس جو، تمام بالنسبه للسكين شباب يعني مثل ما انتم شايفين نو كومنت معلم، شيء اسطوري نعمله سكرين. اوكي وهذا بنعمله فتح شباب مثل كل مره شباب، خلينا ندخل اول شيء. طبعا بكل مره شباب بدخل بالعاده. اوه والله حلو، والله شيء اسطوري شباب السكين عجبني، والله ما توقعته بهيك يكون شكله. طلع حد شخصية معنا يدخل هون الشعرات، طبعا شباب لا عن جد شعرات حلوات، عن جد شيء حلو، القناع كمان شيء حلو،
والله شباب عن جد انا ما توقعته يكون هيك هيك شكله. هذا شوف هذا تبعيته معه هذا ولا كيف؟ لا هي تبعيته الفاير باس. يعني شوف تبعيت الكت حاطط له حاطط السكين. واو 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 والله شيء حلو عن جد شباب. يعني إذا ما شفوا شو حتى وخ شوي الأشكال عم تبعيت الحذاء ولا تبعيت البنطال هيك يعني هاي الألوان لا ورا تبعيت الحذاء. يعني شوفوا الشباب الإفكت تبعيت الحذاء أوكي. معقول وقف عندي الصوتي ده معقول يصير الشباب بنت وشاب؟ لا ما معقول نو ما أعتقد معقول يصير البنت شباب والله ما بعرف شباب خلينا نتأكد بشكل سريع. شايس مي طيب عليكم حبيبي نتأكد من شغلي. لا والله شباب فكرت بيصير الشباب ما أعرف ليش ما أعرف ليش هيك يعني توقعت إنه ممكن قلت لحالي هل يا ترى ممكن يصير للشاب وبنت بس لا أوكي أوكي نرجع الشاب شباب نرجع الشاب نرجع الخزنة ثواني بس حبايبنا أوكي يعني أكيد راح يكون سكين للبنت أكيد راح يكون في شيء سكين للبنت معلم حطينا له الساكورا يا زلمة فرج على البنطال شباب الألوان الأفك. لا والله شباب ثوري بالبنطال عجلها بشكل سريع شغل سريع شباب هيك بشكل سريع هيك نعم قول شوفوا القناع تبعه حاطينه جنب الساكورا حبيب والله قول راح شيء حلو اوكي شباب اوكي يا اساطير خلينا ندخل على التدريب شباب نشوف وضع السكين بالداخل التدريب ونشوف وضعه حبايب الكرام اعطونا رقم بالتعليقات هذا السكين اوكي لوز ولا مش لوز اذا لوز حطوا لنا لوز بالتعليقات واذا بدكم نعمل تشكيله حلوه شباب نلعب بالسكين غدا باللوز على البث المباشر اكتبوا لنا بالتعليقات ليتس جو اوكي ليتس انجلت من السكين هذا هو السكين حبايبنا مثل ما انتم شايفين الصراحه يعني يا اخي والله حلو عن جد شيء مرتب ايش الالوان يعني كالوان ومالوان يعني اتس اوكي اتس اوكي معلم خلينا نجي لهون ناخذ شي سلاح معلم نجرب ولا شو ناخذ شباب خلينا نعذبهم بالسنايبر شباب شو رايكم خلينا نعذبهم شوي بالسنايبر تعالوا نعذبهم شوي بالسنايبر هيك ناخذهم ناخذ هيك ناخذ ال عزمهم شو سنايبر والله شكل سنايبر شوفوا شوفوا الحذاء شباب شوفوا ركزوا على الحذاء ركزوا على شكل الحذاء شباب كيف شكله اوكي شيء حلو هذا شوفوا عليه بالساحة شباب صلي فترة بالساحة قاعد بالساحة اقسم بالله يا شباب شو عمل فيهم هذول يا اخي والله عسل لا 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 مستحيل 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 شباب اوه لا 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 عدل عزفهم يا زلمة عدل عزفهم ابلع انا الصراحة ما اعرف شو بدي اقول شباب يعني راح اجرب اشوف اجرب الاسلحه الثانيه يا شباب شوف نوب الاسلحه الثانيه ولا كيف تعال شوف اجرب حالها بالاسلحه الثانيه يا شباب يا اخي حابب هيك شوف شكل الحقيبه على كيف الساكورا عليها شباب يا سلام يا سلام شيء باللوز اللوز شباب هذا شوف الشباب ابلع على الله وال وجبني تشوف معنا اسطوره اوكي طول بالك طول بالك طول بالك ايش هذا لا معلم ما في مثل ما بيشي معلم قبل ما نضرب كم ضربه هيك على السريع ما راح اطلع عليكم اكثر هيك معلم يمكن نبوسهم شوي نسلم عليهم ما يموت ما يموت
يخرب بيت سنتو. اوكي دوروا بعد خلاص شباب حبايبي الكرام، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، ان شاء الله يجيكم مقطع يا اساطير. بتمنى لكم سهره سعيده ويومكم سعيد وايام حلوه وايام جميله وموفقين جميعا ويومكم سعيد وموفقين الله يعني لو. اوكي شباب حبايبنا، ان شاء الله يجيكم مقطع يا اساطير. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات، وإذا مش مشترك انزل اشترك حبيبي. لا تنسوا المسابقة الشباب الموجودة على الديسكورد، تدخل على رابط الديسكورد شباب في مسابقة أسطورية تبعت الكريمنال، حنعمل مسابقة على الكريمنال باقي لها يومين تنتهي يا اساطير. روحوا بسرعة شوفوا هي شو المسابقة المواصفات. نشوفكم على خير، مشاهدة ممتعة، سلام عليكم.